I'm not here to talk about fitness and wellness. I'm here to tell you my story. It's my first TEDx, inshallah, not my last one. Sky's the limit. It's a sentence that we all hear about, but many of us don't understand what it exactly means. عرفت معناها لما أسست شركتي اللي هي Move. Move is a concept of functional training. بنعمله لأني kind of athlete. الناس اللي قبل ما تروح شغلها, الناس اللي بتبقى عايزة تجهز ل a certain sport. We train professional athletes, professional teams. Whatever you want to do or how you want to reach your goal, we always got you covered. الستوري كلها بدأت وأنا كنت بلعب track and field. I was a sprinter, 100, 200, and 400 meters. I was fast. I had a 10.3 seconds in the 100 meters, which is 0.2 seconds away from qualifying me to the Olympics. So I said to myself, I have the Olympic dream. فالأولمبيك دريم ده بدأ وأنا في تاني سنة في AUC. I wanted to take it further. So I traveled to Barcelona. وهناك قررت إن أنا I will train professionally and I will pursue, I'll keep doing my studies in business and finance. Two months after I arrived, I signed up for a local competition. رحت نزلت الماتش قبل ما أبدأ. It was a 200 meter race. بدأت أحس بوجع غريب في رجلي من ناحية اليمين هنا. فبعدين قلت لها هسخن شوية ومش مشكلة وبتاع. لقيت الوجع عمال يزيد لغاية ما دخلت الريس جريت. الوجع زاد جدا, كان من ظهري من الحتة دي لغاية تحت كعبي. وكان عامل نمنس وبدأ إن الحتة دي كلها تتحجر, فما بقتش عارف أحرك رجلي حتى أتنيها ولا أفردها. فأي was rushed to the hospital that night and they told me you have a disc. فقلت لهم ازاي انا بلعب رياضه وبشيل حديد وقد فورمه وبتاع. فقالوا انت عندك ديسك لازم تعمل MRI. قلت لهم حاضر. عملت MRI لقيت ان انا عندي ديسكين مش ديسك واحد بولجينج وواحد هرنييتد. ممكن الناس فيكم هنا عارفه ايه هو الديسك. هو اتس سمبلي وين ذا جيل بتوين الفيرتبرز بتطلع لبره وبتضغط على النيرفز. وانا كان ضغط على السياتيك نيرف. طبعا في دكاتره هنا يقدروا يشرحوا اكتر مني. It's extremely 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 painful. الوجع قاعد يزيد لغايه ما وصل لليفل ان انا كنت شبه مشلول قاعد في البيت. كل ده وانا في برشلونه فكنت لوحدي, ما كانش في اي حد معايا, وكنت في نفس الوقت لازم اروح واكمل دراستي والكلام ده كله. فكنت بروح الجامعه بلم بتمشى بالشكل ده كده, بقعد على كرسي بحط مخدة تحتية, بروح البيت بقرفص زي العيل الصغير, مش عارف اتحرك, مش عارف اقوم, مش عارف امشي, مش عارف اعمل اي حاجة. ف I went from this very athletic ونفسي اوصل للي انا عايزه والاولمبيك دريم والكلام ده كله تدهور, وبقيت شخص اموبايل, مش عارف امشي, مش عارف اتحرك, مش عارف اقوم, مش عارف اعمل اي حاجة. فاخدت قعدت اعمل rehabilitation for almost 6 months. في ال 6 months دول قررت ان انا هدرس و I will become a strength and conditioning coach. I will develop my skills. I have my professional experience and I also I'm doing my business degree. Why not? I take it further و يبقى عندي approach more scientific to sports. فعملت كذا شهادة. لفيت, كنت ساعتها عايش في برشلونة, كنتش بسيب جيم غير لما بروحه. بشتغل مع حد, بشتغل في اي حته, بنزل امر الناس على البحر, امر الناس في public باركس. كنت بلف برشلونه كلها بحاول اجمع اكتر عدد knowledge, certifications, whatever I can get out of sports I was doing it. قعدت 9 شهور بعمل كده. بس بعديها قررت ان انا هرجع لالعاب القوه وهكمل. بس طبعا I couldn't go professionally hardcore زي ما كنت في الاول. I took it easy. I trained with the national Olympic team بتاع سبين. It was a very good exposure ليا. بعدين قررت ان انا اوكي دلوقتي عندي professional experience بتاعي, عندي البيزنس degree بتاعتي في marketing and finance, وعندي ال know-how وال scientific part بتاع ال health and wellness. طب ليه ما اجمعش الثلاثه واعمل شركه اسمها Move؟ فروحت
وقلت للجماعة ان انا هكتب الثيسس بتاعي عن الشركة اللي انا عايز اعملها. قالوا لي اوكي جميل. قالوا لي انت عندك سنة تكتب فيها الثيسس بتاعك بعدين تيجي تقدمه لنا. طبعا لما قدمته كانوا هيسقطوني ودوني بي ماينس. بس ده موضوع خليها لجنب بعيدا عن اللي حصل. رجعت مصر وقلت خلاص انا هروح امرن. رحت نادي الجزيرة وقفت في التراك وقلت لنفسي انا هبدأ امرن الناس. عملت بقى بزنس كيس وماركت ريسيرش وعمل فيها فاهم وعارف كل حاجة. أول ما وصلت نادي الجزيرة في more than four or five entities huge. عندهم أثليتس كتيرة جدا, ماركتينج تيم, إكويبمنت, نو هاو, عندهم كل حاجة بقى لهم 3-4 سنين established. فطبعا لما دخلت الماركت اللي هو مين العيل الأهبل دخل فاكر نفسه مين ده اللي هيمرن وبتاع. فقررت اروح امسك شنطه هقف فيها في التراك, اشتريت شويه اكويبمنت حطيتها في الشنطه دي. بدا معايا واحد صاحبي بس هو اللي بدا يجي لي واثنين كمان بداوا يجوا معايا. بدانا نمرن ما اتكسفتش طبعا. في الاول كان الموضوع ان هو اللي انا بعمله ده, طب هو ده صح, هو ده, طب اروح فين, طب اعمل ايه, واتس ذا رايت ثينج تو دو, كنتش عارف. فقلت لنفسي ام جاست جونا كيب دوينج ذس. كان في ايام بتيجي ما كانش في اي حد بيجي لي, كنت بقى واقف في التراك. كانت 7 الصبح بيبقى في كل الناس بتتمرن. لو في ناس هنا بتروح نادي الجزيره ف 7 الصبح ده بيبقى بيك تايم في نادي الجزيره. ساعتها كنت بقف لوحدي ما فيش اي حد بمرن, واقف بالشنطه زي الهبل كده. فقلت لنفسي طب وروح اتمرن لوحدي او اي حاجه, ما كنتش عايز احرج نفسي. كان الموضوع بالنسبه لي من جوه كان محرج جدا. بس فساعتها قلت I need to keep doing this. طبعا الناس قعدت اسئله زي هو انت دي حياتك, هو يا ابني انت مش هتجيب تشتغل شغلانه عليها القيمه, يا ابني انت ابن ناس, انت بتعمل في نفسك كده ليه, ايه ده, هو انت كنت اي سي فعلا, ايه ده انت درست, ايه ده, واو, لا برافو, طب وانت ليه عامل في نفسك كده, ليه مرمي هنا. فطبعا كانت ناس قاعده بتقلل من اللي انا بعمله بشكل مش طبيعي. فقلت لنفسي I'm just gonna keep going. بعدين 3 شهور جولي 5 بني ادمين, 5 دول كنا بنتمرن, و يعني بدات الدنيا تبيك اب until this one very night where things got really dark. كانت الساعه 3 بالليل, مامتي دخلت عليا بتقول لي انا عندي chest pain مش طبيعي. فقلت لها طيب نعمل ايه, ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل. فقلت probably فيها حاجه. رحنا المستشفى قالوا she's having a heart attack. At this moment قلت لنفسي طيب هنعمل ايه. قلت لها طيب, سالت الدكتور اللي هنعمل ايه, لازم تخش العنايه المركزه والكلام ده كله. للاسف كانت الساعه 3 الصبح, فقالوا احنا عايزين انك تسيب ديبوزيت في للمستشفى عشان ندخلها لك العنايه المركزه. للاسف عشان ساعتها شغل ما كانش قد كده, فما كانش معايا فلوس كفايه ان انا ادخلها المستشفى. فاللحظه دي الدنيا وقفت بالنسبه لي, وكانت لحظه بالنسبه لي very hard very tough. انه دلوقتي انا واقف قدام امي مش عارف اساعدها, مش عارف ادخلها المستشفى, و no one here to help me. فكلمت خالي جه ساعدنا ودفع فلوس وكده. بس في اللحظه دي وقفت قدام طريقين. الطريق الاول اروح واكمل في موف وامشي ورا الفكره اللي you never know what could happen, او امشي في الطريق اللي هو المستقر, شغلان عليها القيمة, شغلانة مكتب, ناس تقدر تحترمك, كلام ده كله. فقررت ان انا هاخد كل اللحظات اللي كانت بالنسبة لي was down, سيئة, كانت محرجة, كانت صعبة بالنسبة لي. قررت ان انا هاخدها and it will become my motor of motivation. فكرت نفسي باللحظة لما كان عندي ديسك كنتش عارف اتحرك. فكرت نفسي باللحظة لما كنت واقف في التراك ومش معايا اي حد ومحرج. فكرت نفسي باللحظه اللي انا واقف فيها قدام امي في الريسبشن بتاع الهوسبيتال مش عارف اعمل اي حاجه. وقررت ان هو ده هيبقى الموتور اوف موتيفيشن بتاعي, انك ذات ويل كيپ مي جوينج فور ذس كومباني اند كيپ ات جروينج. و از وي ستاند توداي بعد سنتين وي هاف 2 لوكيشنز, وير اوبننج اور ثيرد, وي هاف اوفر 20 كوتشز. والحلم ده دلوقتي اتخلق من الناس اللي فيها. فده اول حد, اول he is my first athlete and my first coach to be with me, اسمه حسن.
As the theme is about diversion, I'm not the only one who diverted from my path. My team also diverted. Hassan is a computer engineer. He went out of his way, and he is now head coach of our Gezira location, and he got into fitness. Muhammad Abbas, he's a pharmaceutical, he's a pharmacist. He left the pharmaceutical business for the sake of move, and he got into it, and he's putting all his heart into it. Amr Rida, one of our top nutritionists, and he was an independent coach. He worked with so many entities, but he found himself with Move, and he's putting all his heart in Move, and he's leading one of our most successful weight loss programs. But then on the professional side, which was my Olympic dreams, I started achieving this dream through the athletes I'm training. Karim Abdel Gawed, he's a squash athlete. من سنة ونص, he was ranked number eight. بعد ما دخل الموف برو program بتاعي, he became world number one, and he raised the world championship, the first Egyptian to raise the world championship of squash in Egypt. Nour Taib, she came to me with a shoulder injury. She was ranked number 14, and now she's ranked number 3, and she's among the rising stars in the world of squash. Our community grew astonishingly, and we're managing, as I said, 2 locations, and we're training over hundreds of athletes. And now the dream is no more my dream. It became a dream for many other athletes that are building themselves through Move, and for coaches that are creating and achieving their ambitions through Move Bordo. But now Move is not about me, neither about my team. Now I look at it, and I look at the people sitting in front of me right now, and I know that each and every one of you has a dream, has something to achieve, wants to achieve something. You have a story. You have a memory, good and bad. You have a challenge. Maybe it's hard, maybe it's easy. But we all have a dream. So I believe that each and every one of us should go and achieve this dream, no matter what happens. People are going to make fun of you, the 100%. أقرب الناس ليكوا هتقول لكم ما تعملوش ده. أقرب الناس ليكوا هيقول لكم لا 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 ده أي كلام ما تعملش كده في نفسك. You will face many things, but if you keep working hard and you keep your dedication and your consistency, you will achieve so many things. And at this time, sky becomes the limit. Thank you.